احد الاخوه يسال: صلى الجماعه مع المسلمين ثم جاء ناس في نفس الفرض وقالوا له صل بنا وقد صلى الفرض قبل ذلك وليس فيهم من هو اقرا منه، فما حكم صلاته؟ ثانيا، هذا يسال عن من صلى مع المسلمين وادى صلاه الجماعه ثم جاءوا ناس فتركوا الصلاه وطلبوا منه ان يصلي بهم لكونه اقرا منهم او اعلم منهم، يعني لامر صالح ساله ذلك، هل يصلي بهم؟ الجواب نعم يصلي بهم. فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يصلي باصحابه العشاء بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضه ثم ياتي ويصلي باصحابه فريضتهم وهو متمتع، لا حرج، لان هذه مصلحه شرعيه، فهو يعينه على طاعه الله ويفقههم ويعلمهم لانه يتاسون بصلاته وربما نصحهم ووجههم الى الخير، فالحاصل انه لا باس بذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاه الخوف صلى باصحابه ركعتين، صلاه الخوف في السفر، ثم صلى باخر منهم ركعتين، فصلاه الاولى فريضه لله والثانيه نفلا له عليه الصلاه والسلام، لانه اعلمهم واحقهم بالامام عليه الصلاه والسلام، فلهذا امهم في الصلاتين، في الاولى فرضه وفي الثانيه نفلا لهم. وهكذا في احد القولين حجة الوداع صلى بمن معه في مكة صلاة الظهر يوم النحر ثم رجع فصلى بمن في منى لم يدخلوا كانوا ينتظرونه فصلى بهم الظهر نفلا له وفرغا لهم. هذا دليل على انه لا باس ان تعاد الصلاة من الامام وغير الامام من اجل المصلحة العظيمة في كونه اعلمهم واقراهم ونحو ذلك. نعم.